سؤال فانكشن طويل في بارت A و بارت B. اوكي خلينا نقرا اول شيء بالاكسرسايز 1 شو معنى وشو بدنا نعمل بكل فرق. بيقول لي بالاكسرسايز 1 ان a company that produce certain product given the demand and supply as follows. مثل العادي اعطاني الديماند واعطاني supply. اول شغله انتبه لها من هي الديماند من هي supply. اوكي هلا بالعادي بيسمي الديماند هي اف والسبلاي هي جي، بس لانه جاء ترتيب من demand and supply معناتها الديماند هي اول وحده الاف والسبلاي هي الجي، بتقول هن عباره عن كوانتيتيز. هاي شغله. ثاني شيء بيقول لي بي از ذا برايس ان دولار. هون بننتبه لشغله كثير بسيطه، يعني ثلاث ارباعكم تقريبا غلط بهالشغله. بي اليونت الها دولار، يعني لا قال لي 100 دولار، لا قال لي 1000 دولار، لا قال لي تنس، يعني ما ممكن ضرب بشيء بس بحط قدامه العمله دولار. يعني اذا حسبنا بي طلع معي 5، حط له بالجمله 5 دولار بس مش اكثر. اوكي يعني لا بتنضرب بولا عدد. الشغله الثانيه عم بيقول لي انه البي هي بوزيتيف، هذا الشيء نحن بنعرفه، ممكن يكون صفر حتى بس هو اللي اكبر ستريكتلي من زيرو. اوكي بس نحن متفقين عليه دائما انه البي ما نكون نيجاتيف، هي عباره عن برايس. حتى الاف والجي هي عباره عن كوانتيتيز ما نكون بالنيجاتيف. طيب بيقول لي الاف بي اف اوف بي اند جي اوف بي ار كوانتيتيز ان هاندريدز اوف ان. هون بننتبه لشغله، هون عندي تو يونتس. اول يونت للبي هي ان دولار مثل ما اتفقنا انه بنضرب بشيء. اوكي او اذا بدي اعوض بعدد ما بقسم على شيء، يعني اذا قال لي هلا بعدين هون 300 دولار بعوض 300 مثل ما هي. هلا هون قايل لي 3 مش 300. اوكي وبعدين الاف والجي عندهم يونت اللي هي ال 100. هون بده يلعب دور بس على الاف والجي، يعني اي جواب بيطلع على الاف واي جواب بيطلع على الجي هو اللي بده يشوف له اليونت اللي له 100. يعني اذا انا عم بكتب الجمله فيها جواب الاف ما نضرب 100. وهلا بنشوف هون نحن عم نحل هذا اول فرع كيف. طيب بيلي باول بارت calculate the demanded quantity for a price of 3 دولار. تقريبا الكل حله مزبوط، بس الفكره اللي علق عليها علقته عليها هي التالي وقتها نكتب الجمله. اوكي هذا بنذكر هون شو لازم نعمل. بأول سؤال منجيب ال 3 ومنحطها مطرح ال P ومنطلع الجواب. مزبوط. بهيدي ال 3 بتتعوض بال G ولا بتتعوض بال F؟ لا بال F. بال F لأنه عم بيحكينا عن demand. اوكي لما يقول لي supply the quantity يعني ما سألني عن الديماند، ساعتها بعوضها بالجي، جي بالنسبة اللي هي السبلاي، اوكي؟ هون ما انتبه لشيء. هلا هو أكثر شيء بيسأل عن الديماند ما بيسأل عن السبلاي، وهذا الشيء أنتم لاحظتوه. اوكي؟ طيب فنحن كل اللي رح نعمله بعوض الـ 3 مثل ما هي، لا بتنضرب ولا بتنقسم، نحن بالعادة بس ما نعوض ولا نقسم. اوكي بس الـ P هي إن دولار، يعني لا إن 100 دولار ولا شيء، مثل ما هي بالـ 3 بتعوض محل P. اوكي؟ فمعنى الـ P هي 3 دولار بعوض محل الـ في 3 بالاف وبحسب الحسابات لاول الاف شو شي بيطلع عندي. اكيد بنفضل دائما يكون الجواب بالفواصل. اوكي هلا بيطلع جواب 1.8. مثل العاده استاذ نحن ما لازم نوقف هون، ما نكتب الجمله لانه هذا جواب 1.8 شو بيمثل. هون الاغلاط اكثر شيء تكررت معكم بالجمله ما نكتب، يعني هيدا الخطوه تقريبا الكل عملها صح، عوضته صح بالاف وطلع معكم جواب 1.8. بالجمله بتنكتب بيرجع للسؤال ولا شيء، بيكتب له the demanded quantity for a price of 3 دولار. اتفقنا بتبقى 3 لانه البرايس ما عنده شي يونت. اوكي يعني ما بضرب ال 3 باي شيء. اوكي هون لما بنحكي 1.8 هي 1.8 هيدي اللي هي الجواب الاف. اوكي هيدي 1.8 تابعة لمين؟ للاف، لان هي جواب الاف والاف اذا بترجعوا لها لفوق هي والجي عندهم يونت هي 100. كرمال هيك صارت 80 ضربت بقديش؟ ب 100. اوكي عشان هيك صارت 180. فعندكم خيارين، يا بتضربوها ب 100 او اذا بدكم اذا حدا بيتلبك بكتابه الرقم بعد ما يضرب باليونت في بدون ما يكتب 180 يونت بيكتب 1.8 بيخلي الرقم مثل ما هو. اوكي بس بيكتب حدا كلمه اليونت اللي هي ال 100 هون، اذا كانت 1000 بيكتب 1000، يعني بيكتب 1.800 بيمشي الحال ما في مشكله. اوكي فانتوا عندكم طريقتين كتابه، يا بتضربوا الرقم باليونت هلا اذا كان 1000 بنضرب بالف الى اخره. اذا حدا بيتلبك بوسط الضرب انه شو بيطلع جواب النهائي خلص بيكتب الجواب مثل ما هو 1.8 1.8 بيكتب حده بس اليونت قديش هي.
إذا 100 بيكتب 100، إذا 1000 بيكتب حدا 1000، أوكي، وحدا كلمة يونتس، أوكي. في عندك مشكلة هون؟ لا لا أوكي تمام. ماشي. طيب هذا بالنسبة لأول بارت. تاني بارت اللي calculate the equilibrium price، كمان 99% منكم 100%، يعني انتوا الفكرة الأساسية تقول الإكوليبرانس مفهومة، بس مشكلتكم وين؟ مشكلتكم بالقصة الكالكوليشن، يعني كل واحد مخترع قاعدة كالكوليشن مواصلته لجواب الغلط، أوكي؟ هلا في الأغلب حللها صح حتى بالكالكوليشن، أنا بقول لكم وين بالضبط صار في الأغلاط. فمثل عم تقولوا أول شيء، بس هو عم يحكي بس نسمع كلمة إكوليبريوم دغري بحط قدامي سبلاي إيكوال ديماند، هو بيكون معطيني سبلاي، معطيني ديماند، بعوض كل واحد بقيمته الايكويشن له، بعمل كالكوليشن وبفتش على البي، يعني الاكوليبريوم برايس بده البي، اوكي. ما اتفقنا وكما انتم قلتوا هلا انه ديماند ايكوال سبلاي، اوكي، اف ايكوال جي، يعني انه ديماند هي اف، سبلاي هي جي، الاف هي 9 على بي بلس 2، وهيديك بي بلس 2. هون بلشت الخطوة بعد هاي، بلشت شوي الكالكوليشن ان كنت تصير في اغلاط. أنا بفضل دايما أستاذ بحطوا هاي على 1 ونعمل كروس مالتيبليكيشن، يعني في 90% عاملين كومن دينومينيتور على أن بي كالكوليشن غلط، أوكي، مش غلط كومن دينومينيتور بس أطول وفيها كالكوليشن أكتر، أوكي خلص. عندي فراكشن إيكوال شي هون، إذا هذا فيش، إذا هذا مش فراكشن بحطه على 1 بعمل كروس مالتيبليكيشن، أوكي. فهون رح يصير عندي مثل ما اتفقنا هون على 1 بنعمل cross multiplication، يعني بهالشكل، يعني 9 times 1 هون حولت قد ما في فصل فيها المكثف، يعني يكون شوية calculation equal، وبضرب p plus 2 ضرب p plus 2 بهذا الشكل. هلا في منهم بينتبهوا لأن هي p plus 2 كلها square، بدهم يحطوا p plus 2 مرتين كمان بيمشي الحال، وبيطبقوا قاعدة a square plus 2 ab plus b square كمان صح. بس من أغلاط الكالكوليشن هون في حدا وصل لهيدي، بتاني خطوة شو كتب؟ 9 equal p square بلس 4، هذا الغلط. في حدا يقول لي شو الغلط اللي هون صار عندي؟ يعني كلكم موافقين على انه هذا صح؟ لا اكيد لا. اوكي، الغلط استاذ انه وزعنا باور 2 على البي وعلى 2، واحنا عندنا شو؟ بلس، هذا غلط، ما في وزع باور 2، هيدي غلط. اوكي، هيدي في عندي طريقتين لحسبها، يا على القاعدة إذا كنت متذكرها، أوكي، يعني أنا آخر بحط إذا عشان إذا أنا كنت كاتب بي بلس 2 سكوير، يعني إذا حدا ما كتب بي بلس 2 ضرب بي بلس 2 هيك، حط جواب بي بلس 2 كلها سكوير، عنده طريقتين، يا على القاعدة اللي بتقول له بي سكوير أول واحد سكوير بلس 2 أي بي 2 بي 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 2 يعني بلس بي سكوير. هذه طريقة، الطريقة الثانية بدي أحطها بهالمفصل هيك، هي بي بلس 2 شكلها سكوير، يعني هي مضروبة بحالها مرتين، وبيعمل أول بالأول، أول بالثاني، الثاني بالأول، الثاني بالثاني، الأخير. معناتها بوصل نفس النتيجة، بس إنه هيدي أقصر بخطوة من هيدي بس. أوكي؟ فهون بيبقى عندي بس قصة كالكوليشن، يعني 9، وبضرب هلا الأول بالأول بي سكوير إلى آخره، الأول بالثاني، الثاني بالأول، الثاني بالثاني. أوكي؟ طب ما في اللي شو الخطوة اللي بعدها لازم أعملها هلا هون لأقدر أحلها؟ هلا بنعمل 9، بنحطهم كلهم انه بنحطهم على فراكشن على بي بلس 2 وبنجزئهم، بتصير 9 ماينس بي سكوير ماينس 4 بي ماينس 4. اوكي فهمت، عم كيف بتجيبهم كلهم على جهة واحدة ايه ويكوال تو زيرو. طيب هلا الأفضل أنت جبتي الأربعة على عند التسعة، لا جيب التسعة لعند، اوكي، يعني خلي هو مثل ما هن وجيب التسعه لعند، دوما تجيبي هاي وهاي 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 كلهم عند التسعه، اوكي. يعني هلا شو فينا نعمل؟ نحط هاي مثل ما هي، يعني هو رح يبقوا مثل ما هن، التسعه رح تجي لعندهم بصير ماينس 9، اوكي، ايكوال تو زيرو. هلا يمكن تيجي ايكوال تو زيرو هون او حطيناها هون، ما في اي مشكله، اوكي، هي التسعه اجت من هون لهون، اوكي، بيبقى هون زيرو، حطيته زيرو على الشمال او على اليمين نفس القصه، مش غلط، اوكي. وبس في شغله هون عملتها زياده، انه 2p بلس 2p جمعته اعطتني 4p. هل عنده مشكله بهيدي الخطوه؟ لا. اوكي،
بس عندي شغلة 4 ماينس 9 بده يطلع جواب ماينس 5، وهاي بستعمل الي حاسبي العادي مود 5 3 وبعبي الاي والبي والسي. اوكي بيطلع معي الجواب اول واحد 1 والتاني واحد ماينس 5، ومثل اغلبكم قال على الماينس 5 هي ريجكتد. اوكي 99% تقريبا واصل لهون. اوكي بس في عنا اغلاط اكثر شيء بدنا نكون كالكوليشن، رغم انه في كالكوليشن غلط في منه واصل لهون. الغلط التالي اللي بين معي اكثر شيء كمان لما نكتب الجمله، نحن بس نوصل لاي جواب ما نكتب جمله، يعني نحن جواب الاكسبتد هو هيدا، هل ممكن يطلع اثنيناتهم اكسبتد؟ ما في مشكله، يعني يمكن يطلع على تو اكوليبيرم برايس، فبقول له هو الاكوليبيرم برايس اللي هيدا وهيدا. اوكي بس اللي صار عندكم اياه غلط هو التالي بالجمله، يعني لما كتبتوا ذا equilibrium برايس از مش 1 دولار 100، يعني ضربته ب 100، يعني ضربته باليونت الغلط اللي هي ال 100، بينما ال 100 هي لمين؟ للالف والجي، يعني هاي يعني البي ما عندها يونت، بس حطيت شكل ما شايفين 1، حطيت حدد دولار انه هي ان دولار بس. اوكي يعني ما بتنضرب بشيء البي، ما بتنضرب بشيء، بس اللي بينضرب هو جواب الالف وجواب الجي اذا كنت عم بحسبه. اوكي طيب هون اذا حدا بده يتاكد من جوابه صح او غلط كل اللي بيعمله الاستاذ، نحن مش معنا الجواب هو 1، بس عليكم تعملوا عوضوا ال 1 بالاف وعوضوا ال 1 بالجي، ولازم يطلع معنا اثنيناتهم نفس الجواب. اذا بنعوض محل البي 1 هون بصير 9 على 1 بلس 2 يعني 9 على 3 بيعطيني 3، هذا جواب الاف بيطلع 3، واذا عوضتوا ال 1 محل البي بالجي بيطلع 1 بلس 2 يعني 3، هذا هو الاكوليبيوم برايس، بيطلع الاف ايكوال جي، عشان هيك بيطلع الجواب صح. اوكي هيك بتعملوا تشيك للانسر لكم بدون ما ترجعوا على كل الخطوات بالتفصيل. اذا طلع غلط سيبك ترجعوا للكالكوليشن اللي عملتوه شوفوا وين في غلط. في حدا عنده شي سؤال هون؟ اوكي السؤال اللي بعده Prove that the elasticity of the demand E of P equal P على P plus 2. بالعاده بالامتحان حتى الرسمي بيعطيكم جواب النهائي للE of P. اوكي ومثل ما قلت لكم اذا حدا علق علي للاي ما كان يزبط معي جواب يقفي يترك له فراغ ينقل على السؤال اللي بعده، ممكن يكون في سؤال كمان بعده بيكون بيعتمدوا على الاي. اوكي فهون كل علينا نعمله نتذكر بس قاعده الاي اوف بي، بنحسب لها الاليمنتس اللي بدها اياها لنقدر نطلع لها الجواب. اوكي ونعوض كل شيء بقيمته بيطلع من الجواب النهائي للاي. اوكي بس مشكله الاي ممكن حافظين نحن الديريفاتيف مضبوط. اوكي أول شيء مين بتذكر قاعدة الـ E of P شو بتساوي؟ هي P على ماينس P على P F P F F شو؟ مين بيساوي على زينب؟ لا F دي ماينس P تايم ماينس P تايمز F برايم على F برايم P على F P على F of P 100%. نحن بالكور كنا نحط دي بس هو بسميها اف. اوكي بس دي اوكي لانه الديماند هو عباره هلا عن اف. اوكي ماينس بي ما بدناش ننسى الماينس كثير مهمه. اوكي اف برايم اوف بي على اف اوف بي يعني. طيب البي موجوده الاف ما اياها بالجبل، يعني كل اللي بيكون ناقصني بالعاده هي مين؟ اف برايم. هلا لما كان يجي السؤال بارت اي وبارت بي كان الاف برايم يكون محسوبه ببارت اي، نيجي نحط محل الاكس بي ونحطها دغري، بس هون لانه ما عندي بارت اي مضطر احسب الاف برايم اوف بي اول شيء. اوكي وهي طريقه حساب الاف برايم اوف بي كثير سهله، انه هذا الاف اوف بي شكلها يو على في. اوكي بدي اطبق القاعده زي هيدي عملها ديريفاتيف هي في سكوير تحت وتبلش يو برايم في ماينس في برايم يو. اوكي خلينا نبلش نعملها ديريفاتيف. اول شيء اللي تحت مثل ما اتفقنا بنعمل لها باور 2 مثل ما شفتوا بي بلس 2 عملوا باور 2. بنبلش هلا ديريفيتيف للي فوق ضرب للي تحت. طيب عندي 9 ديريفيتيف لل 9 قديش بيطلع؟ 0 100% ضرب اللي تحت هو بي بلس 2. اوكي عملنا يو برايم اكس بعيد. نعم نعمل قريب القريب البعيد بالبعيد اخر شيء. هلا بعد ما بعد عم نعمله هلا مش عم نحسب اي اوف بي، لاحظ شو عم نحسب هلا اف برايم. بعد ما عم نحسب الاي اوف بي
خلاص انا عوضها الاف برايم باللي فيه، رح تلاحظ بصير عندي اللي بعيد باللي بعيد وقريب القريب اللي كنت عم تحكي قبل شوي. طيب بيرجع عندي ماينس، اوكي بعمل ديريفتيف للي تحت واللي بيطلع معي الجواب بضربه باللي فوق، اوكي بي بلس 2 ديريفتيف لها بيطلع 1 مثل الهادي، اوكي انه 2 راح تطير، ديريفتيف للبي هي 1 مثل وسط الاكس يعني. اوكي انه بنعرف ديريفتيف للاكس هي 1، ديريفتيف للبي هي 1، اوكي فجواب الديريفتيف اللي تحت 1 ضرب اللي فوق اللي هو مين؟ هو 9. اوكي مثل العاده استاذ اللي تحت خلوها هيك، ما حدا يعمل لها تفصيل ديفلوب او اي شيء. اوكي هلا 0 ضرب بي بلس 2 راح تطير عندكم مثل العاده ضرب 0، يبقى عندكم جواب النهائي اخر شيء ماينس 9 على بي بلس 2 كلها سكوت. يعني اول شيء اللي عملناه هلا حسبنا الاف برايم اوف بي، صار معي الاف برايم مع الاف اوف بي ومع ماينس بي، كل اللي علي اعمل هلا اعوض كل شيء لانتم يعني كل اللي صار مثل ما شايفين فوق الاف برايم حطينا قيمتها وهيدا الاف اوف بي تحت، اوكي وهي ماينس بي. هلا اللي كنت عم تقول سملكم نعمل بعيد بالبعيد وقريب القريب، ولازم تلاحظوا استاذ انتو عم تعملوا بعيد بالبعيد وقريب القريب في شيء فينا نعمله سمبليفاي نختزله، اوكي هون بيصير عندي اول شيء ماينس بي تبع ما هي هون على السطر، وهلا بعمل بعيد بالبعيد يعني ماينس 9 ضرب بي بلس 2 لتحت اخر شيء بيرجع بي بلس 2 سكوير ضرب 9. ده راح تلاحظوا مثل العادي ال 9 وال 9 راح يطيروا، بي بلس 2 راح تطير وحده من فوق وتبقى بس وحده منها تحت، اوكي فاللي بيصير عندي استاذ مين اللي شو بيبقى فوق بعد ما اختزلنا هون كله؟ اللي على بي بلس 2 100% بيبقى بي على بي، مضبوط بي على بي بلس 2 هي بالاساس هون بيبقى ماينس 1 بس انضرب بماينس بي بيصير عندي بي، مضبوط اوكي فبصير عندي ماينس بي ضرب ماينس 1 على بي بلس 2 اوكي هلا باخر شيء بيصير بي على بي بلس 2 وهذا الجواب النهائي اللي بده اوصل له هو اعطاني اوكي. هل عنده مشكله في الاي؟ اوكي فهون خلصنا هيدا الفرع، بعد نقول بيكون في كالكوليشن شوي طويله. يبقى عندنا اخر فرع هو اللي بيسالني طلع اي اوف شيء معين بدي اعمله انتربريت وبدي له الاستيك اور ان الاستيك، اوكي طيب بدي طلع اي اوف 3 مثل ما قلت لكم اذا حدا علق بارت 3 بيستعمل ساعتها الجواب البارت 3 اي جواب على بارت 4، نحن معنا الاي اوف بي هون اوكي وهون تقريبا في الحل الصح للاي اوف 3، بس في عندكم بعد مشكله بالانتربريت بالالاستيك اور ان الاستيك هلا بنحكي فيه. فالاي اوف 3 بس علينا نعوض محل البي 3 ونعمل كالكوليشن، ومثل العادة استاذ خلوا الجواب يطلع بالفواصل يعني ما تخلوه فراكشن. هلا اذا الاسم ما بتنتهي بتحطوا ثلاث ارقام بعد الفاصل، اوكي هلا هيدي بتنتهي معكم 0.6 للثلاث ارباع او تقريبا الكل كمان هلا طلع معه جواب 0.6. هلا الانتربريت دائما استاذ بحط قدامكم الجملة بقول لكم شو ما بيتغير وشو اللي بيتغير على طول، بتبلش if the price increase 1%، هيدا جزء بيبقى مثل ما هو ما بيتغير، بس كون عم بحسب اي اوف شي بيقول لي انتربريت دائما بتبلش if the price increase 1%، هيدا اللي هون بيتغير، اذا دائما decrease هي بتبقى مثل ما هي وهيدا بيتغير، اوكي؟ هلا ليش حطيت 3 دولار؟ لانه انا شو عم بحسب؟ هي اي اوف 3، اوكي؟ هون بس بدي انتبه لشغله ال P نحن ما كان عندنا اياها يونت، فرضا ال P كانت in hundreds قال لي in 100 دولار، مين بيقول لي شو بيجي محل ال 3 هلا هون؟ كل علي اعمل استاذ نضربها؟ تفضل price increase نضربها بقديش؟ نضربها في 100 اوكي بصير 300 بصير 300 بتصير 300 100% اوكي فبقول له if the price increase 1% from 300 دولار اذا كان عنده يونت، بس نحن بحالتنا هون ما عنده يونت 100 او 1000 او شيء عنده ان دولار، بس علي يحط 3 وحتى شعار الدولار مش اكثر، اوكي فما بيتغير معكم مثل ما قلت لكم هيدا بتبقى مثل ما هي وهيدي بتبقى مثل ما هي، اللي بيتغير عندكم الجواب هون والجواب هون، اوكي
هلا هاي بدي انتبه اذا عندي يونت او لا البي، اذا انا عندي البي ولا الـ1000 هذا اللي هون بضربه ب1000 بصير عندي 3000 هون الى اخره. هلا هيدا اللي هون ما في يونت بالمره، هون عباره عن بيرسنت اوكي مثل ما 0.6 بس. هذا شو يعني بالانتربريت اللي عملناه؟ يعني هذا الزلم اذا رجع رفع السعر، اذا سعر الدولار 3 دولار 1%، يعني صار سعره 3.03 دولار، هذا الارتفاع بيصير هيك. الديماند بينقص عنده 0.6%، يعني بيصير الطلب على بالنسبة للانتربريت. هل عنده مشكلة فيها؟ اوكي بيبقى عندي الالاستيك والان الالاستيك. الشيء اللي استغربته استاذ، حد عم بيقارنها مع زيرو، اكبر من زيرو اصغر من زيرو؟ لا، نحن كل علينا نعمله بتتذكر شغله، اذا الاي اصغر من واحد هي ان الاستيك، يعني دائما بيطلع ان الاستيك، واذا الاي اكبر من واحد بيطلع الاستيك. بس هو مش شغلته هي الاستيك لا، هي اصغر من واحد يا زينب. ان الاستيك مظبوط، احنا اي اوف 3 حسبنا 0.6 هي اصغر من واحد، يعني شو بيطلع؟ ان الاستيك. اوكي بس هذه هي شغله ما بنتذكرها، اصغر من واحد ان الاستيك، اقوى من واحد الاستيك. هلا بيتذكر بالضبط شو يعني ان الاستيك الاستيك، هي مش مطلوب من كحافظ، مطلوب من كان معلومات عامه. ان الاستيك معناتها كل ما نزيد السعر الريفينو بيكبر، بيكبر يعني، يعني رغم انه هو عم يرفع السعر الزلمه، بعض المربح له او الانكم الدخل له عم يربح، يعني عم بيزيد عفوا. هي معناتها ان الاستيك، يعني شيء مثل البضاعة، شيء بيكون أساسية مثل الدواء مثلا. إذا واحد غلى الدواء والعالم بتكون بحاجة للدواء راح يضلوا يشتروه. هودي البضاعة مسمين عندهم demand inelastic، يعني رغم إنه واحد عم يرفع سعرهم يضل الطلب عندهم أو الريفينو لإلهم بيكبر. أوكي أو مثل قصة البنزين مثلا، بيرفع سعره بيضل العالم عم تروح تشتري بنزين. غير قصة الكماليات، الأشياء اللي في واحد يستغني عنها، هوديك بيصير عندهم demand inelastic. هذه بس معلومات عامة، نحن مش رح نفوت بالتفصيل، بس عليكم تعرفوا إذا الـ E أصغر من واحد بيكون inelastic، أكبر من واحد بيكون elastic. أوكي إذا كانت equal to one، هذا بتذكر شو بيكتب هيك الحالة. هيدي هي بكتبها unit elasticity بس. أوكي يعني بهالحالة بتكون الـ revenue maximum. يعني فرضا انا عم بحسب الاي اوف 3 طلع جواب معي واحد، لانه اصغر من واحد ولانه اكبر من واحد، فهون بس بقول له يونت الاستيسيتي مش اكثر، وهي ما بتضرب، يمر ما يكون اصغر من واحد يكون من واحد، بس انه هيدي بقول له يونت الاستيسيتي. واذا بدي افصل اكثر بقول له الريفينو بيكون ماكسيموم، يعني هذا المربح اللي له يوصل للماكسيموم. اوكي طيب، حدا عنده شيء مش مفهوم هون؟ تمام. اوكي طيب، بيبقى عندي بس تاني سؤال ما راح اطول عليكم فيه. اوكي تقريبا كان خلص، هو بسيط جدا. اخر فكره اللي حكيناها هي ديبريشيشن، وقتها اللي بيكون واحد عم يبيع شيء مستعمل بيكون جايبه بسعر جديد بده يبيعه بسعر مكسور فيه اكيد. اوكي اكيد كل ما نستعمل شغله مش هيبقى سعرها هي زيادة. فهم باختصار قال لي في شخص عم يجيب تجهيزات لمكتب، اشتراهم اول شيء جداد ب 12000 دولار، استعملهم ل 8 سنين، أو إذا استعملنا 8 سنين بصير حقهم 4000 دولار. أوكي أول شغلة قبل ما تجاوب على أي سؤال بهذا السؤال أو أي فرع بهذا السؤال، علي أكتب من هي السي، من هي الأس، من هي الأن، بس أعرفهم هون ثلاثة خلاص الحال كل شيء معي. أوكي السي هي السعر الأصلي، أوكي اللي هي 12000. أوكي هذه هي السي، حط قدام الجيفن هلا إنه معي السي هالقد، هيدا بنسميه سكراب فاليو اللي هو الأس، يعني هو السعر اللي بيبيع فيه بعد ما يستعمل هيدا الإكويبمنت أو هيدا البضاعة اللي بيستعملها. والآن هي عدد الجيرز اللي بيستعملهم على الأخير، يعني هيدا البضاعة بتنباع معه بس إذا استعملها 8 سنين، فوق 8 سنين عادش بتنباع معه. أوكي فالآن هي مين؟ الآن هي عدد الجيرز، الأس هي اللي بيبيع فيه، والسي هي بيكون قديش اشتراها أول ما جابها. هلا بيقول لي find the linear function that models the depreciation d of t. هلا اذا بتذكركم بمعنى depreciation، depreciation هي قديش بتخسر من قيمتها، يعني هي البضاعة قديش بتخسر من قيمتها. هلا في لها قاعدة بالنسبة للتي، هي بالفانكشن بالنسبة للتي على f هتساوي
100% تقريبا الكل حلها صح. هيدا سي ماينس ان على ان ضرب تي. اوكي هلا هي الفانكشن اوف تي، تي هي عدد اليرز، يمكن واحد يجي على باله يبيع قبل 8 سنين. اوكي يعني تي هون بتلعب دور السنين يعني عدد اليرز، بس اذا هو حدد لي بدي اياها قديش بتخسر من قيمتها بعد سنتين، بحط محل التي 2 بعرف قديش بتخسر من قيمتها بعد سنتين. اوكي فهون علي اعوض بس السي والاس والان 104. اوكي هون بس بدنا ننتبه شوي للكالكوليشن هذا اللي صار عندكم هون. اوكي بيطلع جواب هو 1000 تي. اوكي بس عملية تعويض وقاعدة طبقناها بيطلع معنا هذا الجواب. اوكي طيب هيدا الدي اوف تي اللي هي ديبريشيشن اللي بتقول لي قديش بخسر من قيمتها. يعني مثلا اجى على باله يبيع بعد سنتين بحط التي هي 2 بجيب له دي اوف تي اوف 2. يعني هو شو بيقول لي السؤال؟ بيقول لي فايند ذا ديبريشيشن افتر 2 ييرز. بس علي يكون جايب الدي اوف تي اول شيء، بيقول له دي اوف 2 هي 1000 ضرب 2 بيطلع جواب 2000. هذا ال 2000 مش سعرها للدار، هذا بيكون قديش بتخسر من قيمتها. يعني اذا بده يبيع بعد سنتين هو جايبها ب 12000 بده يبيعها ب 10000 بتخسر من قيمتها 2000. اوكي هذه الدي اوف هي هذه بالنسبه لي هي الدي اوف تي، يعني هي قديش بتخسر من قيمتها الاصليه بس بده يبيعها بعد سنتين 3 سنين 4 سنين الى اخره. طيب نوصل لتاني فرع اللي هو ديبريشيتد فاليو. هذيك اسمها ديبريشيشن، هيدي اسمها ديبريشيتد فاليو. هيدي ديبريشيتد فاليو هي اللي بتقول لي قديش سعرها، هيديك بتقول لي قديش بتخسر من قيمتها. اوكي هاي كمان عندها قاعدة كالعادة بنكون حاطين قدامنا سي والاس والان. قاعدتها بكل اختصار هي هيك، سي ناقص هيديك الدي اوف تي، هيدي اللي هون هي ذاتها دي اوف تي اللي بنكون طالعينها قبل. يعني ما في درجة ترجعوا تعوضوا من اول جديد السي والاس والان. اوكي فيكم مباشرة انتم مش حسبتوها بالبارت 1 طلعت معكم 1000 تي، فيك تحطوها 1000 تي مباشرة. اوكي انه شفتوا بالامتحان رجعتوا عوضتوا عملتوا كالكوليشن ما عادش في داعي لها. اذا ما كانش معنى هيدي دي اوف تي باول فرع ساعتها بنعمل كالكوليشن بالتفصيل. انا رجعت عملت كالكوليشن من اول شيء بس لكم انتم بعدين اذا مرق هيدا الفرع وهيدي حاسبينها باول فرع كان بتحطوا جواب كان طالع عندكم 1000 تي والسي معكم هي 12000 بس بيطلع معكم جواب النهائي. اوكي هون بس عملية تعويض بيطلع معكم الجواب النهائي. اوكي طيب حدا عنده شي سؤال؟ لا. اوكي فالفرق بين ال V وال D استاذ، هيدي ال V بتقلي قديش بيصير سعرها بعد سنة سنتين ثلاثة، وهذا رح نشوفه بالتطبيق لإلها بآخر بارت من السؤال. اللي بيقول لي what would be the value of equipment after first year, second year, third year. لما يسألني عن ال value مظبوط مظبوط، بس علي أعوض مرة محل ال T1 مرة محل ال T2 مرة محل ال T3، بس هي بعوضهم وين؟ بال V مش بال D. اوكي إذا قال لي what would be the depreciation ساعتها بعوضها وين؟ ال 1 و 2 و 3 بعوضهم بال T. بس يسألني عن الفاليو عن سعرها بعوضهم بالفي. اوكي فبحط قدام الفي اللي كنا حاسبينها بتاني بوات، ومثل ما انتم اشتغلتوا ثلاث ارباعكم صح عوضنا بس محل التي اول مره 1 بتاني يير معوض 2. اوكي وبتالت يير بيطلع معي الجواب النهائي هو 9000. اوكي يعني اذا الزلمه بيبيع بعد سنه فتنباع معه بهالقد، بعد سنتين تنباع معه هالقد، بعد 3 سنين تنباع معه ب 9000. اوكي